جيل حبيبي. عظيم جدا وجيل رائع جدا. كابتن طارق، النهارده تعادل والبنك الاهلي يبدو انه يتحسن مباراه بعد مباراه، ولكن تحس انه كل ما البنك الاهلي يبقى قريب من فوز احس المباراه بتخرج بتعادل. انت شايف مردود فريق البنك الاهلي الفتره الماضيه عامل ازاي ومباراه اليوم؟ لا بقول طبعا الحمد لله والشكر لله، هو في تحسن كتير في الاداء واضح الحمد لله واضح هو واضح للجميع، ولكن هو توفيق ربنا كريم، يمكن توفيق ربنا مش محالفنا، يمكن المباراه دي ممكن اقل منها فنيا من مباراه زد، لان مباراه زد كنا احنا الافضل، وان احنا طول المباراه 90 دقيقه بصراحه كنا عملنا كل حاجه في الكوره وفرص كتيره جدا واستحواذ وكل حاجه، ولكن ربنا ما اردش، التوفيق مش محالفنا بصراحه. صحيح. المباراة النهارده بتلعب الاتحاد الاسكندري نادي كبير في وسط جمهوره وملعبه، وخارج من هزيمه من بيراميدز والضغوط كانت عاليه، ولكن بشكر اللعيبه على المجهود اللي هم عملوه. خلي بالك الدوري كله والفرق كلها متقاربه، صح، صعب جدا هتلاقي في الدوري ده كتير جدا كتير جدا تعادلات، مش مكدبش عليك، لان اللعيبه كلها متقاربه من بعض يعني، هو بس توفيق ربنا يحالفنا، لان احنا بنتعب ونجتهد، ودايما التوفيق مهم جدا في كره القدم، وكابتن عصام مدرب كبير وعارف مدى اللي انا بقوله يعني، طبعا. ولكن ما انا معاك يا كريم، الحمد لله الفرقه اتحسنت بشكل كبير بصراحه، طيب انا وبشكرهم عليها. هقول لك حاجه، وحتى اتكلمت فيها قبل كده مع مسؤولي نادي البنك الاهلي، عندهم لعيبه كويسه وبيجيبوا اجهزه فنيه محترمه، دلوقتي عندهم جهاز فني محترم جدا بقيادتك. فكره الاستقرار بتاع الفريق دايما ما كانتش بيحصل عندهم، استقرار المدربين ما كانتش بتحصل كتير في البنك الاهلي. علاقتك بالاداره والاداره بتتكلم معاك وهم مدينك الدعم الكافي انك تعرف تشتغل، عشان انت راجل انا عارف انك تحب تشتغل في هدوء، ولما بتشتغل في هدوء بتنجح يعني. هل بتاخد الدعم المناسب من الاداره؟ بكل امانه انا بشكرهم من خلالك برضو، كل اداره نادي البنك الاهلي واللي هو اشرف نصار استاذ محمد عبد المنعم المشرف العام على الكوره، وكل الاداره بصراحه بشكرها، لان خلي بالك من الانديه اللي دايما بتعمل استقرار للمدرب. يمكن انت لو بتتكلم اعتقد ان هم في الدوري الممتاز مسك كابتن محمد يوسف ومسك كابتن خالد جلال ومسك بابا فاسيليو وكابتن حلمي طولان وكابتننا طبعا الكبير وانا، اعتقد كل مرحله بالنسبه لهم كل واحد خد فرصته بشكل كبير جدا، ممكن تكون مش متساويه، ولكن انا اشوف ان هم بيستنوا على المدرب، وانا حتى يمكن حصل كلام منهم قبل كده وانا موجود في المغرب، ولكن انا بصراحه بلقى كل الدعم منهم، والناس مش مقصره خالص بصراحه، بالعكس البنك الاهلي انا بشوف ان بالامكانيات اللي موجوده البنك الاهلي اعتقد ان شاء الله باذن الله في الفتره القادمه مش الان يعني، ان البنك الاهلي لازم في خلال مشروع مش مع طارق ده عشان محدش ياخد كلامي، لا البنك الاهلي من الانديه اللي لازم يبقى ليها مشروع 3 سنين عشان توصل وتلعب في الكونفدراليه وتلعب في افريقيا، لان انا اشوف زي ما قلت لك في الاول ان كل المستويات متقاربه، اعتقد ان هم مش اقل من فرق اللي هي الكونفدراليه ووصلت لافريقيا يعني. صحيح. كابتن طارق، عايز اسالك كمان على محمد ابو جبل وتالق محمد ابو جبل، عايز تحديدا اعرف اتعاملت معاه ازاي نفسيا بعد العوده من المنتخب، وتحديدا موضوع النادي الاهلي وحكايه انه كان قريب من النادي الاهلي وخلاص هيخلص في النادي الاهلي ورجع تاني مكمل مع البنك الاهلي، اتعاملت ازاي بقى نفسيا مع محمد ابو جبل عشان اكيد دي كانت حاجه مش سهله. اكيد طبعا انا في البدايه طبعا بشكر مدربه طبعا العقباوي، اشتغل معاه بشكل كبير جدا هو وحسن شاهين واحمد صبحي، اعتقد انا 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 وجهه نظري يعني وجهه نظري الشخصيه ان التعامل مع جبل كان سهل، لان جبل مر بالظروف دي، جبل اولا لعيب دولي، لعيب في نادي الزمالك نادي كبير جدا، بيلعب منتخب مصر بقاله فتره، كاس امم عملها الاخيره قبل الاخيره ديت بشكل كبير جدا، وكان لعب اساسي وكان ليه دور كبير جدا في وصوله النهائي. فاللي عايز اقوله لك لما بتتعامل مع حد بقيمه جبل وخبره وقيمه اللعيبه الخبرات بيبقى اسهل كتير جدا، لانه اتحط في ظروف كتيره جدا وفي مواقف كتيره جدا. انا كنت متابع مع جبل من خلال التليفون وهو في افريقيا، انا بشوف ان جبل
اتظلم في الجزئيه ديت، لان انا في اعتقادي الشخصي كمان الفتره دي بصراحه هو من افضل الحراس اللي موجوده بكل امانه يعني، من خلال ادائه، مش عشان هو انا مدربه ولا حاجه، لا، من خلال ادائه في المباريات من قبل المنتخب، من مباراه بلديه المحله لبلديه المحله. ويمكن كان كنا كسبنا 2-0 ومباراه المقاولين، يعني جبل من ساعه قبل المنتخب باسبوعين. وهو في مستوى بصراحه صح مرتفع جدا. طيب.